زاكلي من اتحاد العاصمة، فإنه خلال مرحلة الذهاب أي خلال مرحلة الذهاب فورتري لعز الدين الرحيم مع حسن جبل. عز الدين رحيم اسم كروي يشار إليه اليوم بالإعجاب والتقدير، لفت إليه الأنظار بفضل أدائه الجيد الممتع وبراعته الفنية التي جلبت له اعتراف وتقدير الاختصاصيين والعارفين. عز الدين رحيم ابن 24 ربيعا هو منتوج خالص لمدرسة اتحاد العاصمة التي تقمص ألوانها منذ الفئات الدنيا، وهو ما جعله اليوم موضع ثقة أنصار النادي العاصمي الذين يتحول معظمهم إلى منعرج منع البلوغين إلا للتمتع بحركات رحيم وفنياته الراقية. محبوبة جماهير سوسطارة وبابلوات، يمتلك أيضا موهبة نادرة في التحكم في الكرة وتجاوز المدافعين، وبالتالي فكل الوسائل مسموحة لتوقيفه، كما يقوم أيضا بدور القائد المحنك خاصة في الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق، كما كان له وزنه ودوره في رحلة صعود الاتحاد إلى القسم الأول، واليوم يصنع أفراح فريقه بالأهداف الرائعة التي سجلها منذ انطلاق الموسم في انتظار المزيد. نتمنى تبدي عاود الجروب كامل، ونتمنى افون تما افون كونتي في الماتش ولا نتمنى تكون الكونسونتراسيون هذيك تاع لو بيت باسكو تي ان اتاكون، نتمنى توجور تسنى منك اهداف، ماشي بوزا تما تكون الكونسونتراسيون تاع قبل المقابلات ما تكون مليحه شويه. عز الدين ليس له ماضي لكن مستقبله واعد ويؤهله ليكون من اكبر الاسماء على الساحه الكرويه، فعلى غرار الميزات الفنيه العاليه التي تطبع هذا اللاعب فهو ايضا يتمتع بهدوئه وتواضعه الملفت داخل الملعب وخارجه، ويعيد انصار الاتحاد بتتويج في نهايه الموسم. من كملوا في هذه السيره اللي راهم فيهم لم يفوت فرصه استقبال